السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبنا لكم الفيديو التاني بقية الشغل اللي موجود معانا اهو، اللي هي شجرة العصير دي عاملة 12.5 بدل 15 جنيه. الشوكة بتاعت التفاح دي عاملة 15 جنيه بدل 20. فيها شجرة البطاطس دي اللي هي التلاتة فاعل دي عاملين عليها عرض ب10 جنيه بدل الواحدة ب15. وشجرة البطاطس دي 7.5 زي ما قلنا، شجرة بطاطس وبراية جزر اللي هي المعيار، اللي هي القلب دي بتتباع في أي حتة ب15 و20 جنيه، عاملين عليها عرض ب10 جنيه. والسفنجة اللي هي الكربونية والسحرية دول طبعا معلومين سعرهم، بيتباع في أي حتة في الجروبات الأونلاين ب15 و20، ده عاملين عليها عرض ب5 جنيه بس. في اللي هي العلاقات اللي هي حرف الاس دي برضو كانت ناس كتيرة طالباها مني، دي عاملة 15 والاتنين ب25. وفي الشماعات دي بتاخد 6 شماعات، توفر معاك المكان في الدولاب، دي عاملة 10 جنيه بدل 15 و12.5، عامل عليها عرض ب10 جنيه بس. كيس الحلواني ده برضك عشان العيد وكده ورمضان والكلام ده، احسبه لك ب25 بس، عامل عرض على 25 بقى 35. ده الكبير على فكره يا جماعه مش الصغير. دي يعني البوكس بتاع لعب الاطفال. هو البوكس ده كده اهو، ده هو عامل 22.5. دي بتاعت التوم دي انا عامله 10 جنيه، جميله جدا دي برده يا جماعه. في لمامة الوبر دي بتتحرك كده، دي اهي دي عامله 10 جنيه اهي. في القطاعة بتاعت اللبس دي انا عامله 15 جنيه. في دي بتاعت البفتيك والشاكوش بتاع البفتيك والخرامة بتاعت البفتيك، دي انا عاملة 20 جنيه، ودي انا عاملة 30 جنيه بدل 35 وبدل 25. وفي بتاعت الشوكولاتة دي انا عاملة 12.5 جنيه، في اشكال منها كتيرة. المشابك زي ما قلنا دي ب5 ودي 7.5. في المشابك دي انا عاملة 10 جنيه بدل 15، في اشكال منها برضو. في دي اللي هي المبشرات الصغيرة دي، الواحدة ب5 والتلاتة ب10، عامل عليها عرض من الأول برضه. وفي الجاروف ده ب7.5 والعرض 3 ب15 برضه. وفي بخاخة الليمون دي ناس كتيرة برضه كانت طالباها، 7.5 بدل 10 و15 جنيه. في اللي هي دي برضه مشابك بتاعت كيس مكرونة مفتوح تقفلي بيها، تقفلي بيها الحاجات الصغيرة، مشوف بقى الحاجات الصغيرة، جميلة أوي، ده عامل 10 جنيه. وفي المنشر بتاعها برضه، ده حبل طوله 3 متر. في المشابك بتاعته ده عامل 20 جنيه. في دي بتاعت الكهرباء عشان الأطفال الملايكة وكده يعني، ده عامل 10 جنيه. ودي برضك عاملة 10 والعرض عليها 2 ب15 جنيه، بتاعت اللزق بتاع التلاجة. في برضك اللي هي السكاكين دي، ده عامل عرض عليها الكبير دي 25 جنيه. في برضو اللي هم الشماعات الخمسة مع بعض دول عاملين 25 جنيه. وفي اللي هم دول القطاعات اللي عاملين كده دول عاملين 7.5 جنيه بدل 10 جنيه، الناس كانت طالباهم برضو مني. في بتاعت اللي هي عصيرة الليمون والبرتقال دي اللي عاملة 15، خش برضو على أشكال العلاقات. في دي عاملة 10 جنيه، ودي 7.5، ودي 15 شكله هوم. وفي دي عاملة 10 تتباع بره ب 15 جنيه. وفي التسعة دول عاملين 15 جنيه، في أشكال تاني منهم برضو. وفي دي يعني القمع السيليكون ده عامل 7.5. وفي المشابك اللي هي الاستانلس دول 17.5 الخمسة، وملاي قوي على فكره. واللي هي الفرشه اللي بتحط فيها الصابون تدوس عليها كده تنزل الصابون من هنا دي، ده عامله 7.5. في بتوع اليانسون دول ده عامله 15، وفي الصغيره ب 12.5.
وفي بتاعه الايس كريم الكبيره دي عامله 20، وفي الصغيره شويه 17 جنيه ونص. في مشابك دي عامله 10 جنيه. الشراب السيليكون ملون عامل 30 جنيه بدل 35. والولاعه دي ولاعه الشرز دي عامله 25 جنيه بدل 30 جنيه و35. التاني ما صورناهوش برضه. في السكاكين دي انا عامل عرض عليها ب 5 جنيه. اي سكاكين من دول ما عدا دي الواحده ب 15 ولا 54 جنيه. واي سكاكين من ده كله عامله 5 جنيه بتتباع بره ب 7 جنيه. بص السكينه دي تحفه يا جماعه، اللي بياخد منها جميله جدا. دي برضه في منها اللي هي الشرشره اقل شويه برضه. بص مش عايزه شرشره ناعمه موجوده، الشرشره خشنه موجوده، اللي هي الساده خالص برضك منها موجوده. جميلة أوي جدا معلم. في الجوانتي ده اللي هو بتاع المواعين ده عامل 35 جنيه، ده عامل عرض عليه ب 30 جنيه بس. بس العروض دي اللي مشتركين معانا في الجروب. في اللي هو الفلتر ده، الفلتر ده بتاع الغسالة الأوتوماتيك أهو، ده بيتحط في الغسالة الأوتوماتيك يلم الفيتر والحاجات كلها اللي الغسالة الأوتوماتيك، ده عامل 7 جنيه ونص. خش بردك على الميزان الديجيتال دون. ميزان الديجيتال ده عامل عليه عرض ب 45 جنيه بدل 55. في القطاعات القطاعات دي اهي ازاز، في اللي هي القطاعات السيليكون. قطاعات السيليكون دول عاملين الاربعه مع بعض كده عاملين 25 جنيه. اربعه بره ب 35 جنيه، دول فيهم اربعه. خش بردك على الفور اللي هي الفوطه الماركه دي يا جماعه. بصوا خامتها عامله ازاي، دي تقيله، خامتها تقيله وجميله جدا يا جماعه. دي بتتباع في المحلات ب 25 جنيه و 30 جنيه. دي عاملين عليها عرض ب 15 جنيه. في الوان منها برده كتير. وفي الفوطه الثانيه دي عامله 10 جنيه. بتتباع بره دي ب 15 جنيه و 12 ونص. ده عامل عرض عليها ب 10 جنيه. وفي التقيله منها شويه ب 12 جنيه ونص. اللي هي دي. وفي الجوانتي دون ده التقيل يا جماعه، حاجه نضيفه. ده بص اللي هي القطيفه من ورا، ده عامل 12 جنيه ونص. وفي الميزان ده برضو يا جماعه عاملين عليه مفاجاه، اللي هو ميزان الاشخاص ده عاملين عرض عليه ب 100 جنيه بس يا جماعه. وبالنسبه للمنظم ده يا جماعه، المنظم ده اللي هو المستورد، عشان نورسين صورت اخر فيديو ليها اللي هو المصري. المصري اللي هو ب 25، انما ده المستورد بيتباع بره ب 40 جنيه و35. ده انا عامل عليه عرض ب 30 جنيه. المصري التاني لو جبته لكم يا جماعه هبيعه ب 20 جنيه. ان شاء الله هنزله لكم برضه عشان اللي عايز ده ياخده وده ياخده. وفي عامل المقشات والمساحات ده اللي هو الكبير الخمسه ده 55. وفي طعم التوابل ده برضه ناس كتير كانت طالباه مني، ده انا عامل 60، عامل عرض عليه ب 60 جنيه. بالنسبه لبرده كلها الفوط بتاعت منشفة النشافة وكده تصفى عليها الاطباق ديت عامله 20 جنيه. اشكالها ايه برده؟ في برده كلها المكبس بتاع الهمبرجر ده باع ب 35 جنيه، عامل عرض عليه ب 25 جنيه بس. والمسن ده برده عامل عرض عليه ب 25 جنيه. وفي برده عرض الفوط ده تحفه يا جماعه برده، ده عامل 35 جنيه، ده في خمس فوط. الفوطه الواحده من دي قد دي مرتين. احنا شايفين الفوطه دي كده، دي الفوطه من دي قد دي مرتين. دي عامله 7.5 و6 ب 40. وفي الخفيفه من دي عامله 5 جنيه. ايوه الخفيفه بتاعتها دي عامله 5 جنيه. ودي يا جماعه عامل لكم عرض على الفوط دي اللي هي راس الدبدوب دي، دي عاملين عرض عليها ب 10 جنيه بس. ايوه دي برضه عاملين عليها عرض ب 10 جنيه، نزلنا عرض عليها ب 15 دلوقتي عاملين عليها عرض ب 10 جنيه بس. بس العروض دي طبعا اللي مشتركين معانا في الجروب. والرول اللي هو ال 10 متر ده بيتباع باي حته ب 50 جنيه و55 جنيه، ده عاملين عليه عرض ب 40 جنيه بس عشان رمضان، عشان اخره. ده عاملين عليه عرض ب 40.
بتاعت التوم دي، الهوم بتاع التوم ده وانا عامل 25 جنيه بس. في المنظم دون برضو دون عامل 7.5 جنيه، بقى في اي حتة ب10 جنيه و12.5. في اللي هي العلب دي بتاعت الخسين دي عاملة 23 جنيه ونص، والكبيرة بتاعتها عاملة 27 جنيه ونص. في برضو اللي هو الحامل الثلاثي ده عامل عرض عليه ب85 جنيه. بتاعت الشاور دي في الصغيرة عامل 35، والاتنين مع بعض عاملة 60 جنيه. مكنة الخياطة دي عامل عرض عليها ب65 جنيه بدل 95 جنيه. ودي بتاعت الدوناتس دي، مكنة الدوناتس دي عامل عرض عليها ب20 جنيه. وفرش التلاجة برضو في العرض شغال، برضو كل واحدة ب7.5 والتلاتة ب15. العروض دي برضو للمشتركين معانا في الجروب، كل الأشكال موجودة منها، أشكال كتيرة برضو موجودة. الكب كيك دي برضك عاملة 35، ودي أنا عاملة 40 جنيه. دي الجراني في أي حتة 50، ودي بتتباع ب40. وفي طقم السكاكين ده تحفة يا جماعة، برضه عامل عليه عرض ب135 جنيه. في طقم السكاكين ده عامل عرض عليه ب45 جنيه بس يا جماعة، بدل 55 جنيه، في أي حتة ده ب55 و60 جنيه. والسلة بتاعت نفايات المطبخ دي ده عامل عرض عليها ب20 جنيه، في ألوانها اهي، كل الالوان بتاعتها موجوده. وعلب البقوليات الكبيره اهي دي انا عامله 27 جنيه ونص اهي، والصغيره دي انا اهي. وفي دي انا الخمسه ب10 جنيه، في الثلاثه دول ب20 جنيه. وفي دي يعني الستة مع بعض عاملين 17 جنيه ونص. دي يا جماعة اللي هي الفراشة، في منها أنواع تانية بتتباع ب15، بس اللي هي الخامة دي حاجة نظيفة، دي اللي هي الفراشة معروفة بتتباع في أي حتة ب25 جنيه، نعمل عرض عليها 17 جنيه ونص. خش برضو على التوابل، في شكل الباندا ده عامل 80 جنيه، والبيت عامل 85، البيت فيه 16 وده فيه 12. في التوابل دي عاملة 60، فيها 6. في طعم التلاجة ده الأربعة مع بعض دول عاملين 50 جنيه، شكل الفلامنجو بيدخل الميكرويف. واللي هي الفرشة دي ده عاملة 15 جنيه زي ما صورناها هنا في الفيديو الأولاني. في الليف ده عامل 17 جنيه ونص بدل 20. وفي اللبانة دي عاملة عليها عرض عاملة 195، حاجة نضيفة دي تركي يا جماعة. طعم التلاجة ده عامل 80 جنيه بدل 85، 95 جنيه. في طقم المناخل الستة ده عامل عليه عرض ب55. وفي بقى نخش برضك على اشكال الفوط، في الفوط دي العرض عليها ب25 جنيه، تحفة يا جماعة اللي هي الفوطة الفستان دي. في الفوطة دي برضك ده عاملين عليها عرض ب10 جنيه بس بدل 15 و12.5، ده عاملين عليها عرض ب10 جنيه بدل 12.5 و15. وفي دي برضك ديت عاملة 10 جنيه، اللي هي بتاعت فرش معجون السنان، ناس كتير كانت طالباها مني برضه. المنظمات دي انا اهي اشكال منها اهي، اللي هي بتاعت لمسه دي حاجه نظيفه جدا برضه، ديت عامله 15 ودي 12.5، اللي هي بتاعت وينر فيها الوان منها برضه جميله جدا دي برضه يا جماعه. وفي المنظم دون هو بتاع الريموت دون عامل 25 جنيه. في طعم التوابل ده جميل جدا يا جماعه برضه، ده الاكليريك حاجه انت ده عامل عرض عليه، اخر مره كنت عامل عرض عليه مع النورسون ب 55، نزلناه بقى 50 جنيه بس. في كاسه التخزين دي برضه دي 13.5، اللي هي 60 في 80، واللي هو 80 في 110 دون ده انا عامل عرض عليه ب 25، عملنا لا عاملين 22.5. وفي المنشر ده برضه المنشر ده عامل عرض عليه ب 30 جنيه ده المستورد مش المصري. في مريلة المطبخ برضه ايه، مريلة المطبخ دي انا عاملين عرض عليها، دي انا عامله 30 بدل 35، في شكل الفلامنجو فيها الوان تاني منها برضه.
التاني ما صورناش برضك معاكم. المساحة الباركيه دي هنا اهي ديت عاملة 35 بدل 40 جنيه. المساحة اللي هي الباركيه دي هنا اهي والمساحة بتاعت الجردل اللي جايه. ومبشرة برضك صورناها معاكم اهي، هي بقت كده. في برضك اللي هي بصوا البوكس بتاع لعب الأطفال ده، ده أنا عامل 35 جنيه، ده عامل عرض عليه 30 جنيه ده برضه. في اللي هي البطرمونات الإزاز دي أنا عاملة 10 جنيه بدل 15 جنيه. وفي برضه ستيكر البوتاجاز ده بأشكاله، ده عامل 5 جنيه بس نصوره برضه، جميل جدا برضه يا جماعة. هي شماعة الطرح دي جميلة أوي برضه يا جماعة. بس اتمنى برضك اللي اول مره يشاهدنا برضك يعمل سبسكرايب للقناه ويفعل زر الجرس ويعمل لايك لو الفيديو عجبك. هتلاقوا في اللينك بتاع الفيس والتليجرام بتاعنا في اول تعليق مسبب. شكرا لحسن المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.